كيف عم تكون توقعات الفلك لإلنا وللكواكب وللأبراج؟ ال 12 مع مدام نجلة أباني، الكواكب تأثر على الأبراج. طبعا مو توقعات الكواكب. يسعد صباحكم. يسعد صباح الخير يا آية. صباح النور. يسعد صباحكم، ضلوا دائما بخير وأيامكم سعيدة مرتاحين مبسوطين. اليوم 19 شباط، يعني 19 فبراير 2/8، للجميع بالخير. كواكبنا صار فيها تغييرات لأنه الشمس انضمت إلى برج الحوت، أول الكواكب الداخلي إلى برج الحوت. مولود 19 منسميه من مواليد الحافة، وآخذ من الدلو وآخذ من الحوت، بس بالمجمل دخلت الشمس على برج الحوت. ما زال عطارد يتقدم كوكب السفر والأوراق والمستندات في برج الدلو إلى جانب زحل في برج الدلو. المريخ ما زال متقدماً في برج الجدي، بده لستة ثلاثة خمسة ثلاثة يعني ليدخل على برج الدلو. كمان ما زالت الزهرة كوكب الحب والعواطف كمان في برج الجدي. هاي الخريطة الفلكية بتعني إنه مولود برج الثور، مولود برج الأسد، لازم ينتبهوا مالياً لأن وضعه المالي ما كتير أفضل، صرف إضافي أو نقاشات بأمور مالية ما عم بتكون كتير أريح، إضافة إلى أنه الحمل، الميزان، السرطان وشوي الدلو لازم ينتبهوا صحياً. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم متطلب إلى درجة الكمال. ما في حدا فينا كامل، اليوم يوم فيه كركبة لمولود برج الحمل، كأنك عم تفتقد الثقة بالآخرين، كأنك عم تختلق المشاكل مثلاً، كأنه اليوم مشغول بأكثر من قصة بحاجة للحل، وربما تفاجأ بعراقيل أو صدمات. هلأ أنت أصلاً عصبي، وهي الفترات وجود المريخ بمربع مع برجك عم بيخليك عصبي أكثر مما يجب، تبع المو متحمل، فلذلك هاليومين بدها شوية انتباه بشكل جدي، خاصة على أمورك المالية وأمورك الشخصية عموماً. أخباري لمولود برج الثور، اليوم فايق بكير ويراوح بين الانشغالات، بين السفر، بين الزيارات، بين العلاقات وشغل كتير. يوم سبت يفترض بسوريا ما في شغل، بس أنت بالنسبة لك مو فاضي تحك راسك، عم تركض ما عم تلحق، والعمل اليوم أخذ حيز من اهتمامك. هلأ أنا للحقيقة بدي تنتبه صحياً، بقية الأمور ما كثير بتهمني، بتمرق لأنه ما بخاف على برج الثور لما بيكون عنده شغل كثير، بس بيهمني إذا يعني صحياً هاليومين فيهم شيء صحي لألك لأحد المقربين. الشيء العابر اللي له علاقة بالقلق وليس له علاقة بالتعب، التعب يعني هو بين البرد والدفى، بين النهار وبالليل، بدنا شوية انتباه صحي جميعنا. مولود برج الجوزاء عم تقتحم الحياة بثقة، العمل عم يتقاسم الصدارة مع الأمور الاجتماعية اللي عم تكون إيجابية. أنا برأيي اليوم يوم جيد لسفر، لنقاشات، للمة شمل، لترتب، لتوضح، لترتب أمورك بشكل إيجابي، لتكون مقنع مولود برج الجوزاء ومؤثر على محيطك. مولود السرطان، أنت اللي مو كتير مرتاح، ما بعرف في شيء من أساسيات الحياة مضايقك اليوم. هلأ ما بعرف، حاول تلاقي حلول لشيء عم يشغل بالك، لأنه هاي الأيام عم تحكم بتسرع بدون ما تسمع أقوال أو أفعال حتى الآخرين، يعني أنت عم تحكم بتسرع وهذا ما بنصحك فيه. لا تعطي أوامر حيث لا يجب. اليوم بده شوية دبلوماسية، لطف، علاقات جيدة. مولود برج السرطان قد تبدو بارداً فاتراً بعيون الناس اللي أنت بتحبهم. مولود برج الأسد، اليوم للحركة، لقضايا الأسرة، الزوج، الأهل، الزوجة، يعني اليوم في سيطرة على شؤونك، مسؤوليات مادية معنوية، يمكن تطور حياتك، تحسن أدائك، كأنه في لمة شمل اليوم، لمة غدا، لمة عشاء، رفقة، أهل، قرايبين، زملاء، تبرز مواهبك على كلين، واليوم يعني أشخاص حواليك بيحبوك. مولود برج العذراء، اليوم عم تناقش بالأمور المالية، وغالباً الشهر هاد جيد لألك على الصعيد المالي. حاول تحسب مصروفك، دخلك، لأنه الأمور إيجابية. حاول تتعاطى بحكمة مع الأمور المالية لتكون مرتاح أكثر. هلأ أنا بقول الوضع المالي جيد، بس كمان صرفك عم بيكون أكثر مما يجب. في طوارئ بهاي الأيام مولود برج العذراء، إصلاحات، ديكور، تغيير عقار، هيك شيء قصص عم تخليك صرفك أكثر مما يجب. مولود برج الميزان، اليوم الأمور جيدة لك، يسعدك الحوار والعلاقات الاجتماعية،
استقبل ودعا، تعاون مع أصدقائك حلفائك، ما عم تتردد بطلب المساعدة، تشعر بمحبة الآخرين، في أخذ وعطاء بينك وبين الناس اللي حواليك، وربما تصحح أمورك الشخصية أو تمتلك حيوية. اليوم محط أنظار طبعاً الأمر ببرجك. مولود برج العقرب، أغلب مشاكلك اليوم نفسية وليست شخصية، أنت عصبي، مشتت الفكر، متعب، ضايق خلقك، نازل في نقفقفة، عم تنجبر على أشياء يمكن مانا بمكانة أنت بإحساسك، ربما تعيد بعض الحسابات. المعتاد، ما في شيء سيء وما في شيء كتير منيح، يعني عرفت هذا اليوم اللي أنا بعتبره فارغ، كسلين، ضايق خلقهم، شيء هيك. اليوم يوم اجتماعي بامتياز لمولود برج القوس، يوم فيه تعارف، تصحيح لبعض الأخطاء، نوع من أنواع التخطيط على الصعيد الاجتماعي، أيام جيدة لترتب أمورك، لتكشف عن مشاعرك الحقيقية، ليكون حواليك ناس متفائلين مريحين. يوم فيه أنت مرتاح وهادئ وعم تحسن علاقاتك وأمورك ماشية باتجاه الأفضل. أكثرنا تعباً ومولود برج الجدي، اليوم أكثر حدا قابل للصدام مع الآخرين، ولا في شيء حواليه عاجبه، يعني كل شيء حواليه ما كتير مبسوط فيه، عنده نوبات كآبة أو إحباط أو بعض التصرفات العشوائية اللي عم تجعلك عصبي، وهي قصة لازم تنتبه لها. أنت اليوم مولود برج الجدي عم تشوف الأشياء سوداء أو بمنظار قصدي سوداوي، ما عم بتشوفها كهي كحقيقتها. أحياناً بيجينا يوم نحن بنكون مكتئبين فيه فمنشوف كل الأشياء بطريقة مو كتير كتير صحيحة، فباعتبارك سريع التأثر اليوم حاول إنك تكون أهدأ. الدلو اليوم الأمور جيدة بالنسبة لك، عندك شراهة للتعلم وهي قصة إيجابية جداً، حولك إيجابيات، عندك دقة باتخاذ القرارات، ما بعرف إذا اليوم مسافر عم تلتقى بناس بتحبهم، عم تجرفك الحياة باتجاهات أفضل، بس مبسوط اليوم على كل مولود برج الدلو وعنده حظوظ سعيدة. كواكب داعمة اليوم لمولود برج الحوت، الأمر ببيت المساعدات، المحبة، النصائح، التعارف، اللقاءات، في حاضنة اليوم لعلاقاتك الإنسانية، وكأنك عم تدخل يعني فترة للتعارف والاتصالات ممكن تكون جيدة جدا. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 19 واتمنى له السعادة، طبعا هو آخذ من البرجين، فنان هذا المولود، يجمع بين طرافة الحوت ومزح الحوت، دلو قصدي، وشفافية الحوت، الشفافية تبعت الخيال الواسع قصدي، يحب الفن والموسيقى، مولود مزاجي بامتياز، محب ليكون موسيقي مغني، عاشق للجمال، عنده أذن جيدة جدا وعين مرهفة، طيب. صحة يا مدام، صحة. هذا الوضع الصحي العابر بالنسبة للعذراء اللي حكيت عنه المدام، طالما قالت فيني لكم الرقم، فالرقم 1845 SMS بتبعتوا من أي خط خلياوي فيه اسمكم، يوم وشهر وسنة مواليدكم الكاملة، حتى مدام نجلة لكم حظوظكم وتوقعات الفلك، فيك تكملي يا مدام. I love yours. طيب، مولود اليوم مولود 19 ونادرا ما يحتفظ بسره لنفسه، بحب المال لكن لا يهوى جمعه، يهوى صرفه، صاحب معشر حلو، حازق بتدبير أموره، مرح، نكتي، ضحوك، ليس كالحوت، آخذ من الدلو. طبعاً السنة فيها شغلة جديدة غالباً بالشهرين ثلاثة اللي جايين، مساعدات أو يعني قادر ترتب أمورك العملية، أفراح، توزيع مهام، سفر، تحسن أمورك العاطفية، أنا برأيي الأمور جيدة جداً بالنسبة لك جدياً. عدوية عم تسألني سدواتك يا عدوية، طبعاً رسائلكم عن 18-45 عدوية، أمورك جيدة جداً هذا العام، لكن هذا العام الجيد جداً لسه ما بلش، يعني أنت الشهرين الماضيين كانوا الأكثر تعباً خاصة على المستوى الشخصي والمالي، أمورك كتير متعبة، وهاليومين بالذات كمان مانك مبسوطة، روحي بدك لخمسة ثلاثة لا تدخل السنة بالنسبة لك، بس أنا أعتقد عدوية الصيف السنة رح يحمل لك كيكي فرحة إن شاء الله.
بس ما عم تقول زوجي زياد جايتنا بنوتي إن شاء الله يا رب العالمين. ما فهمت بسمة، كأنه هي عم تقلي إنه الاسم مناسب فيه طاقة، ما وصلني الاسم، يعني الاسم شو هو؟ بدي الاسم واسم الأم، ما بيهمني اسم الأب. على كلين خالد ابن فاطمة، سنت حظك يا خالد، بس يعني روحي بدك لسه للشهر الجاي لعيد ميلادك. لعيد ميلادك بنبلش بقى بالسنة الإيجابية الجيدة اللي ممكن يكون فيها نوع من أنواع التغيير باتجاه الأفضل. السنة حلوة إن شاء الله، تكون السنة حلوة للجميع يا رب. إن شاء الله يا رب. صباحك مدام.